شخصية. الله يسلمك. راح نتحدث شوية على لاكارير تاعك اللي كانت البداية من فريق نجم العفرون. أكيد أنه الكثير ما يعرفوش أنك أنت بديت مع نجم العفرون والعمر تاعك 16 سنة سينيور. أنا تربيت ومن استشخر نجم العفرون ولعبت في الفريق الأول 16 سنة والمباراة الأولى سجلت فيها. يعني تكون في عفرون من الصغر حتى للكبر. فوالا عفرون حاجة خط أحمر كما يقول لك. عفرون هي اللي ربتني، النجمة هي اللي ربتني، هي اللي رجعتني وين وصلت. وكنت سلكت الفريق من الصغر من هذاك الهدف مع العطار. كنت المولودية و 81-82 وكان الفريق يلعب على السقوط ورجعت لعبت مع الفريق ثلاثة ولا أربع مباريات. وسجلت في ثلاثة ولا أربعة مباريات وسلك الفريق. بعد يعني كان المنعرج تاع مشوار الكرة بتاعك المنتخب العسكري علقت في بلعباس جاوك بروني الماتش تاعي مع العطار في 16 سنة وشهرين لعبوني تيتيلات لعبونسي سامشي افونسون بعد تقول تاع العطار في مرة وسطرة شوية من السطرة هذاك شتي الاخر مثل ما ديريكتومون كانت باقية خمس دقايق كان بزاف ناس يعني اللي عاونوني في لاكارير تاعي.